ايوه ادي الكتاكيت اهي ما شاء الله. طبعا هو جاب لي الكتكوت ده وقال لي ايه ده جمازي، طبعا اللي فيه نقطه بيضه ده اللي في دماغه بقى ايه جمازي. طبعا هو جاب لي طبعا هو ده عجين اللي هو فيومي على جمازي. طبعا يا حبايبي هو مش بيفهم لهم قوي، بس هو قال لي ايه انا عجبوني وحلوين وحجمهم حلو يا حبايبي. طبعا انا قال لي طبعا جبتهم لك وربيهم انت بقى بدل بتحبي الطيور. ماشي يا حبايبي، دول طبعا جابهم لي ما شاء الله حجمهم حلو. طبعا هما لسه جايبهم. وطبعا انا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني والله. طبعا النهارده انا محمد عمل لي مفاجاه وقلت اوريها لكم المفاجاه اللي هو جابها لي. طبعا يا حبايبي عشان هو عارف ان انا بحب الطيور راح جاب لي ايه طيور. هوريكم دلوقتي الطيور اللي هو جابها لي، مع ان هو مش بيفهم فيهم قوي، بس هو قال لي انا جبت لك هديه وانا قبلتها منه. طبعا حبايبي انا طبعا شجعونا وما تنسوناش بالاشتراك واللايك، واللي اول مره يشوفنا ما ينسيناش بالاشتراك عشان افيدكم بكل الحاجه اللي انا بعملها. طبعا يا حبايبي انا هوريكم دلوقتي انا بعمل ايه، وهوريكم الفراخ الصغيره كتاكيت اللي محمد جابها لي اوريكم شكلها ايه. تعالى كده محمود بص كده معايا يا حبايبي، ادي الكتاكيت اهي ما شاء الله. طبعا هو جاب لي الكتكوت ده وقال لي ايه ده جمازي، طبعا اللي فيه نقطه بيضه ده اللي في دماغه بقى ايه جمازي. طبعا هو جاب لي طبعا هو ده عجين اللي هو فيومي على جمازي. طبعا يا حبايبي هو مش بيفهم لهم قوي، بس هو قال لي ايه انا عجبوني وحلوين وحجمهم حلو. ماشي يا حبايبي، طبعا انا قال لي طبعا جبتهم لك وربيهم انت بقى بدل بتحبي الطيور. ماشي يا حبايبي، دول طبعا جابهم لي ما شاء الله حجمهم حلو. طبعا هما لسه جايبهم. وطبعا انا اعرفكم كده حبايبي حاجه واحده، بيجوا من السوق. طبعا انا مش عايزه، انا غلطت غلطه ومش عايزه اغلطها تاني. الغلطه اللي انتوا لو فاكرينها في الفيديو اللي فات، اللي انا ساعه ما جبت ديك روم دخلته على الطيور والطيور كلها ماتت بسببه، عشان كان عنده فيروس، وهو طبعا المرض اللي عنده عداهم كلهم. طبعا انا عايزه افصل دولت عشان جاي من السوق. طبعا هو جابهم لي من واحده يعني بتربي برضو بتطلع عندها، بس برضو انا بحرمت ومرضاش ادخله مع طيوله عندي الا ما اخليهم اسبوع عندي في مكان لوحدهم لغايه ما اتعالجوا ولغايه ما اطمن عليهم ان ما فيهمش حاجه خالص، وبعد كده هسيبهم معايا مع الكتاكيت اللي تحت والطيور اللي عندي مع البط الصغير كمان، طبعا عشان ما يموتليش حاجه من عندي. ده طبعا انا دي نقطه اهم حاجه لازم تعرفوها، ما تجيبش حاجه من السوق وتحطها مع الطيور على طول، لازم نعالجها ونخليها اسبوع لوحدهم بعد كده ايه ندخلهم على الطيور بتاعتنا. طبعا هم جايين دلوقتي عطشانين وجعانين. طبعا انا دلوقتي هنحط لهم ايه الميه والاكل. طبعا بس انا حبيت اعرفكم حبايبي اللي هو دي هديه من محمد ابني. طبعا يا حبايبي انا هعمل لهم دلوقتي الميه اهي. طبعا انا عندي اهم حاجه عندي ايه الليمون، اهم حاجه عندي ايه الليمون، لازم احط لهم ليمون في الميه. طبعا انا متعوده ان انا احط لاي طيور ليمون، ودولت عشان اول يوم ليهم طبعا انا هحط لهم ايه ليمون. بسم الله الرحمن الرحيم كده انا هقطع ايه الليمونه واحط نص هنا ونص في الطاجن الصغير. بص حبايبي انا هقطع نص الليمونه اهي. كده انا حطيت ايه نص الليمونه. طبعا هحط ايه النص التاني في الطاجن عشان انا حاطه فيه ميه. بص حبايبي اهو كده انا عصرت ايه الليمونه التانيه. طبعا انا هقلبهم دلوقتي بالسكينه اهو عشان ايه الميه بليمون حلوه ليهم، عشان اتاكد ان هم ايه ما عندهمش حاجه. طبعا انا هحط لهم الميه يشربوا. طبعا احنا اليومين دولت الجو ايه حر بالنهار وساعة بالليل. طبعا احنا اول اسبوع في رمضان طبعا انا بخاف من الجو بيسقع وبيحرر. طبعا الجو انا بالليل باخدهم بعد ما يقعدوا طول النهار كده وبسيبهم في الشمس الساعة 8 لغاية الساعة 10 في الشمس عشان ايه كالسيوم ليهم، ده اهم حاجة كالسيوم ليهم. طبعا انا بحطهم في الشمس شوية ساعتين من الصبح
بعد كده بالليل بعد ما سيبتهم واكلتهم وفطرتهم اجي بقى ساعه المغرب قبل المغرب اروح حاطه لهم الغدا والعشاء بتاعهم يملوا الحصوه بتاعتهم عشان كل ما الكتكوت بياكل كل ما يكبر معاك ويملى بسرعه ويكبر معاك بسرعه عشان انت عايزه يكبر بسرعه ما يبقاش ايه دقه واحده لا بالليل اروح واخداهم ومدفياهم فين في الصندوق اللي انا ببيت فيه الكتاكيت ماشي حبايبي طبعا انا عرفتكم انا بعمل ايه طبعا انا هحط لهم ايه الكلفه اللي عندي العلف اللي عندي وبحط له خلطه اسمها ايه وبحط لهم ايه عشان ده اول يوم ليهم لازم نعرف احنا بنعمل ايه وعلاج ليهم مضاد حيوي طبعا يا حبايبي انا هوريكم دلوقتي انا بعمل ايه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا عندي بص هنا توم هنا عندي توم يا حبايبي هحطه طبعا على العلف بسم الله الرحمن الرحيم معلقه كبيره كده اهو ماشي حبايبي وراح حطها ايه على العلف اللي عندي ده توم احسن معجيب علاجات ليهم ده افضل من العلاجات التوم ماشي حبايبي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم انا عندي شويه بصل طبعا انا قطعتهم لهم فرمتهم كده ناعم عشان دول كتاكيت هياكلوها والبصل حلو مفيد مع التوم طبعا دلوقتي انا هحط المعلقه الكبيره دي برده اهي بصلايه صغيره بس فرمتها وخليتها ايه للعلف اهو يا حبايبي طبعا انا هعمل لهم الخلطه دي كل يوم لمده اسبوع 7 ايام عشان اتاكد ان هم ما عندهمش حاجه طبعا انا هحط لهم ايه كركم عشان ده بيرفع المناعه وده حلو ليهم وفوائده كتيره معلقه صغيره كده احطها ماشي يا حبايبي بعد كده انا حطيت ايه البصل والثوم والكركم طبعا انا هحط لهم شويه ايه شويه كمون عشان اي حاجه في معدتهم حلو ومفيد ليهم الخلطه دي مفيده للكتاكيت طبعا انا عملت لهم برده معلقه صغيره كده اهم يا حبايبي معلقه اهي ماشي ادي كده معلقه كمون عشان لو في اي حاجه عندهم يبقى ايه يموت اي بكتيريا في معدتهم طبعا انا عندهم ايه اي مغص اي بتاع ده اي جهاز تنفس عندهم يعني مش قادرين ياخدوا التنفس بتاعهم طبعا انا بحط لهم شويه نعناع ناشف النعناع ده ناشف وبنعمه وبحط شويه صغيرين حطيت شويه صغيرين يا دوبك دول بس رشه كده خفيفه طبعا هقلبهم جامد وهنقلبهم كويس عشان ياكلوا منهم عشان ما يبقاش عندهم اي تعب طبعا احنا بنعمل ايه البصل والثوم كده عشان يشرب مع العلف وريحته بتبقى جميله بس من على البصل والثوم عشان مفيش حاجه تجي لهم ولو عندهم حاجه تروح منهم على طول طبعا دلوقتي انا هحط لهم في العلافه ماشي حبايبي ماشي حبايبي انا هحط لهم دلوقتي عشان هم جعانين بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هم ايه لسه جايين طبعا انا هحط لهم التنين التربه بسم الله الرحمن الرحيم بصوا حبايبي هحط في الطاجن برضو ليهم واطلع لهم بالليل نحط لهم الايه الغدا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سمي كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم دايما ايه نسمي حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على النبي حبايبي وطبعا تبعتوا لي في التعليقات ان دي هديه حلوه من محمد كل طفل او كل واحد كبير ابنها بنتها عايزه مثلا عارفه مامتها بتحب الطيور وعايزه تربي لا تجيب لها حاجه هديه اللي هي تربي طيور منها هتاكل منها هي ومامتها كمان هتاكل منها وكلكم هتاكلوا منها تبقى حاجه حلوه للبيت ومفيده ليكم والمشروع حلو للشباب اللي عايز يربي ده حلو ليهم برده اول ما بيكبر اللحم بتاع الفراخ غلي قوي مع العلف برضو غلي بس هتلاقي المشروع ده حلو ليك هتبيع منه وفي نفس الوقت هتاكل منه طبعا حبايبي غير ما كمان هيكبر شوية بعد ما يكمل الاربع شهور ونص هيبيض بقى وهتستفاد بالبيض بتاعه طبعا ده مشروع حلو البيض بتاعه طبعا غالي البيضة طبعا دلوقتي عاملة 2.5 جنيه طبعا لما تبيع 4 بيضات ب10 جنيه طبعا هتروح تجيب بيهم ايه الكيلو العلف كيلو العلف ب10 جنيه
ودلوقتي انا عرفتكم حبايبي كل حاجه انا بعمل ايه. وطبعا ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتشجعونا وابعتوا لنا في التعليق دعواتكم الجميله اللي انتم بتبعتوني تبعتوها لي وشجعوني اكتر واكتر، وانا فرحانه بيكم. واقول لكم دلوقتي ايه، شجعونا ما تنسوناش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.